الآن من بور السودان ينضم إلينا الدكتور محمد عيسى علي، نائب حاكم إقليم دارفور. الدكتور محمد أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. أنتم نائب لحاكم دارفور من أركومناوي، نريد أن نفهم أو نعرف أكثر المشهد في الفاشر بداية مع كل الأنباء عن اقتتال واشتباكات متسارعة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نترحم وحقيقة نحزن شديدا على كل يعني قتل البلاد من جراء الصراع ما بين القوات المسلحة والدعم السريع، ونترحم لفقد زميلنا الجنرال خميس عبد الله بكر وأهلي ولاية غربي دارفور. حقيقة هذا يحصل بالطاجر لم يكن هو أول مرة، وإنما حصل مثنى وثلاث ورباع تداعيات الصراع في الخرطوم انعكس على دارفور بصفة عامة وجنينة والفاشر ونيالة بصفة خصوصية. لكن دائما المجتمع في كل مكان هو حائط الصد لكل الإفرازات، والآن الإخوة في الفاشر يعني يجتمعون وينفضون لكي يعني يتراجع كل إلى موقعه الذي كان فيه، ونسأل الله أن يعني يوفق الجودية في أن توقف هذا القتال. وأنا يعني رجائي في الله سبحانه وتعالى ثم في المجتمع أن ينجح في هذه المحنة. نعم سيادة النائب دكتور محمد، هل هذا يعني بأن ثمة جهود تهدئة الآن بين الطرفين المتقاتلين؟ هذه الجهود لم تقف أصلا من 15/4 وحتى هذه اللحظة، الجهود مستمرة ما بين قوات الدعم السريع وبين القطاع العسكري الحامية في داخل الفاشر، ويبدو أنه يعني يصعد ويهبط حسب التوترات اللي موجودة في أرض المعركة في الخرطوم. ولذلك الآن أنا اتصلت ووجدت أنه الآن الإخوة يعني يعملون ليل نهار حتى يعني تهدأ الأحوال في الفاشر إن شاء الله تعالى. أعلم بأنكم في بور السودان دكتور محمد، ولكن على الغالب تسمعون من حاكم إقليم دارفور من أركومناوي ما يجري في دارفور في كل المناطق في هذا الإقليم. ما التوصيف الدقيق فعلا لما يحدث الآن في كل دارفور؟ أول حاجة يعني أنا قبل قليل كنت أتكلم مع الأخ حاكم الإقليم، هو في أقصى شمال دارفور لعرض الطرق والأمطار، وهو بخير وعافية وسوف يصل قريبا إن شاء الله إلى الفاشر، وهو أيضا له جهود خاصة ما بين الطرفين. أصلا هو تحرك قبل وقوع الحرب وكنا معه، ولكن قامت الحرب ولذلك لا زال هو يعمل ليل نهار في تقريب وجهة النظر بين الإخوة الفريقين المتقاتلين، رئيس المجلس السيادي ونائبه محمد حمدان دقلو. ما الذي يسمع منهما دكتور محمد؟ نعم، ما الذي يسمع من الطرفين المتقاتلين؟ وكنت ذكرت سيد البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلو حمدتي. نعم الأخ الحاكم والذي ظل يتصل بهما باستمرار، يعني حتى قبل أسبوع هو كان في اتصال ما بينه وبينهما، وكل الذي يطلبه أن يعني أن تهدأ الأحوال حتى نستطيع أن نحل الإشكال الوطني الموجود، وهو طبعا يعرفهم تماما وزميل لهما في الحكومة وله كلمة مسموعة ومقدرة، لأنه نصح قبل الحرب وبعد الحرب لا زال يواصل في هذه الجهود، وهو الآن في شمال دارفور في طريقه إلى الفاشر. أما بالنسبة أنا في بور السودان حقيقة صحيح أنا كنت في طريقي إلى دارفور، لكن الأخ الحاكم طلب مني الرجوع لبور السودان لكي نساهم مع إخوتنا في إمدادهم بالإقاسات وبالمطلوبات. وهنا أيضا يعني أنا أشكر كل إخوتي الوزراء، أخونا جبريل ووزير الصحة ووزير حكم الاتحادي ووزير التنمية، وعلى رأسهم أخونا عثمان الحسين رئيس الوزراء المكلف، واستطعنا أن نصل بإمدادات طبية تصل إلى 150 طن وصلت دارفور، والآن المرحلة الثانية هي الإغاثة الغذائية، وإن شاء الله أنا قبل العيد إن شاء الله تعالى تصل هذه الإمدادات لأنها كي نساعدهم لتخطي ظروف الحرب والخريف.
نعم دكتور محمد، باعتبارك تتحدث عن المساعدات وكان منذ البداية بعض الخلل في طريقة إيصال المساعدات أو الصعوبة في إيصال المساعدات للإقليم، الآن هل الطرق مهيئة؟ هل هي آمنة لإيصال المساعدات؟ هذا طبعا لا سؤال وجيه وكلام منطقي جدا. هي ليست مهيئة أبدا، لأن القتال من الخرطوم يعني اتجه غربا في عاصمة شمال كردفان الأبيض وامتد إلى تقريبا لحد ما جنوب كردفان، ولكن نحن عندنا قوات مشتركة من القطاعات الكفاح المسلحة الموقعة في اتفاق جوبا وبالتنسيق مع القوات المسلحة والدعم السريع، وهي التي وصلت إلى النيل الأبيض وأخذت هذه الأدوية معها إلى دارفور في أمن وأمان وسلام، وتم توزيعها تماما ما عدا للأسف أدوية الجنينة وزالينجا اللي هي غرب دارفور ووسط دارفور، لكن أما بقية الولايات الأدوية وصلت الحمد لله 30 طن لكل ولاية. الآن نفس الطريقة، الآن أنا بتحدث مع أخ الحاتم وسيصدر توجيهاته إلى القوات المشتركة غدا إن شاء الله تتحرك من الفاشر إلى الأبيض، لأن هناك منظمات دولية عندها إيقاطات غذائية لكن تتخوف من النهب في الطريق، هي تريد أن تطمن إلى وجود هذه القوات، ثم بعد ذلك يتم شحن هذه المواد الغذائية، وإن شاء الله قبل العيد نبشر أهلنا في دارفور بإذن الله تعالى ستكون معهم مواد غذائية كبيرة جدا جدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. دكتور محمد، استمعنا لتصريحك وتحذيرك لهذا الاقتتال، ما الذي رصدته قبل هذه الأحداث الأخيرة والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لتتحدث عن سيناريو مشابه بالفعل لما يحدث الآن في الخرطوم وفي باقي المناطق؟ والله أنا حزين جدا لما أسمع هذا الكلام الذي قلته، ولكن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، لأننا نحن جزء من الحكومة ولنا من المعلومات والتحليلات والتقديرات ما لم تتوفر لآخرين، وكثيرون ذهبوا إلى ما ذهبت إليه، ولكن الفرق الذي بيني وبينهم أني ربما أعلم كثير، ولكن ليس هناك من يسمع لنا صوت ولا أحد طلب منا أي معلومة. بعد ما قلت هذا الحديث ربما نتفادى الذي حصل في الخرطوم 15 إبريل، لأن عندنا معلومات كثيرة طبعا، كان جزء من الدولة وجزء من حكومة الإقليم وعندنا أجهزة أمنية بتعطينا بعض المعلومات الفتوافة التي ولكن وقعت الفأس على الرأس، نسأل الله أن يقيل لنا ويساعدنا ويخرج من هذه الأزمة التي نحن فيها. هل يمكن أن تذكر بعض هذه المعلومات على الأقل التي يمكن أن تقال للإعلام وللشعب السوداني اليوم؟ نعم بالضبط، أنا بعد أسبوع اتصل بأحد الصحفيين اسمه بكر المدني وفي برنامج اسمه تسريبات، تحدث بوضوح بأن لاحظته لأول مرة الأحزاب السياسية تتوغل في داخل الأجهزة العسكرية لشقها لكي تكون لها ظهرا، وهذا هو الذي جعلني أفكر في المستقبل القادم الذي الآن أمامنا، لأن الأحزاب السياسية دخلت في داخل القوات المسلحة ودخلت في داخل القوات الدعم السريع وسريد كل يريد يستنصر بالآخر، وهذا أكبر خطأ ارتكبته الأحزاب السياسية. للأسف الأحزاب السياسية سابقا بتبعد القوات النظامية وبتعمل عمل سياسي الحجة باللسان وليس بالسنان، وهذا الآن حصل لأنه حصل شق لهذه القوات النظامية المحترمة التي هي ظهر السودان وهي قوة السودان للأسف، لكن للأسف السياسيون مزقوا هذه الوحدة. اليوم وصل الاقتتال للفاشر نيالا كتم والجنينة، هل تخشون من تحول هذه الاشتباكات إلى حرب أهلية في الإقليم؟ لا أتوقع أن تكون حربا أهلية في الإقليم، لسبب أساسي أن مجتمع دارفور لا زال مجتمعا متماسكا يرفض الحرب كمبدأ ويرفض القبلنا، ولكن طبعا الظروف التاريخية جعلت الدعم السريع يكون موجود في ولايات دارفور الخمس، لأن الذي أنشأ الدعم السريع هو النظام السابق، وهذا النظام السابق كان له سببان طبعا. السبب الأول كان هناك تفلت كثير جدا في دارفور، الحروب القبلية مستعرة، وأراد أن يؤدب هذه القبائل بالدعم السريع، والسبب الآخر هي الحركات المسلحة كانت موجودة في دارفور وفي كردفان، ولذلك كان طبيعي جدا الدعم السريع يكون موجود في كردفان ودارفور لهذين السببين،
والآن لما حطت الظروف في الخرطوم من الطبيعي جدا أن تكون هناك مناوشات بين الدعم السريع والقوات النظامية القوات المسلحة في دارفور، لأنه هناك صراع في الخرطوم وهذا يمتد لهيبه إلى هذه الولايات وحكومة وإقليم دارفور. لكن أنا أستبعد تماما أي حرب أهلية في دارفور مهما كانت الظروف، لأن الظروف اللي مرت في دارفور من 2002 لحد 2007 ثم بعد ذلك لحد توقيع اتفاق يا جوبا 2020 كان كثيرا أن تشعل الحرب الأهلية، لكن المجتمع متماسك ولا زال متماسك، وأيضا المجتمع السوداني أيضا يكره الحروب ومجتمع متماسك. وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى ثم أرجو من إخوتنا في الرئيس عبد الفتاح البرهان والأخ حميتي في أن يأتوا لكلمة سواء ويوقفوا الحرب. أنا لحد أمس أنا كنت في مؤتمر في أركوي دعا إليه ناظر هدندوة، وكان عندنا رؤية منبثقة من اجتماعاتنا مع الأخوين الكريمين الفريق البرهان وأخ حميتي قبل الحرب، مع الأخ الحاكم والأخ الدكتور جبريل والأخ مالك عقار الآن هو نائب الرئيس والأخ عبد الله مسار، طورنا هذه الرؤية وقدمتها أمس لإخوتنا في أركوي أنه لابد أن نوقف الحرب، لا بد أن نوقف الحرب ثم يكون هناك الحساب والمساءلة والمتابعات كلها شيء مطلوب من المجتمع السوداني أن يعني يقدمه لهم ويحاسبهم هذا، لكن لا بد أن تقف هذه الحرب قبل أن يمتد شرارها كما ذكرت أنت لدارفور وكردفان وكل مناطق السودان الأخرى. وأنا أتخوف أيضا ليس الحرب تقف في كردفان ودارفور وإنما يمتد لهيبها إلى أكثر من ذلك إذا لم يوقف الأخ الفريق البرهان هذه الحرب. رغم عدم وصول الاشتباكات إلى مرحلة الحرب الأهلية أو الصراع القبلي مثل ما تقول دكتور محمد، ولكن هناك أحداث خطيرة على ما يبدو في الإقليم، حالات نهب وكذلك جثث ملقاة في الشوارع وغيرها من المظاهر المستغربة والخطيرة بالفعل. ما الذي يصلكم من معلومات اليوم مما يجري في مناطق الإقليم الأساسية والرئيسية التي فيها اشتباكات؟ أشكرك نقطة وجيهة جدا. الآن أبشرك الآن قبل ساعة اتصل بي عدد من الإخوة وجاءتني رسائل بأن المجتمع في غرب دارفور الذي ينزف دما وفقدنا فيه أعزاء من المواطنين وفقدنا فيه قياداتنا وأولهم الوالي، هذا الآن المجتمع بدأ يتعافى، هناك مبادرة من الأطباء والأئمة ووجوه المجتمع، وتم قبل قليل يعني اتفاق على أن تستتب الأوضاع وتدفن الجثث وتفتح الطرق وتفتح الأسواق في الجنينة، وتم نداء عبر الإذاعة على كل المواطنين بأن يكونوا في أماكنهم ولا يتحركون إلى أي موقع آخر. أرجو أن تتأكدوا من هذه المعلومة، أنا الآن عندي المقطع الإذاعي وأنا أبشر أخوتنا في غرب دارفور، صحيح فقدنا فقد عزيز، فقدنا أهل أعزاء، ولكن لابد من الأحياء أيضا أن يجدوا نفسهم في هذه الحياة الدنيا في أمن وأمان، ولذلك أنا هذه واحدة من المعلومات اللي متوفرة عندي. صحيح الآن في مناوشات أيضا أنا تكلمت اليوم كنت أتكلم مع والي ولاية جنوب دارفور الأخ حامد يان هانون، وطمني تماما أنه برضو جهود المجتمع تمضي على قدم وساق لتهدئة الأوضاع في بين الحامية في جنوب دارفور والدعم السريع كما يحصل الآن في الفاشر. ولذلك أنا أعتقد أنه وأستبعد تماما الحرب الأهلية، لأن الحرب الأهلية معناه اصطفاف قبلي كامل، معناه اصطفاف قبلي يا مع يا ضد، ولذلك هذه تعتبر الحرب الأهلية، وأنا استبعد تماما لأن المجتمع لا زال متماسك، فقط أعزاء فقط أموال فقط أشياء كثيرة، ولكن لا زال مجتمع دارفور أنا كما قلت هو كان دولة، دارفور مش أي كلام يعني، دارفور دولة حقيقية يعني، وهذا المجتمع فيه بينهم الأنساب وبينهم الأرحام وبينهم الأحلاف، وبالتالي أنا استبعد أي حرب أهلية في دارفور، إن قامت في أي مكان لن تقوم في دارفور إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك ميبور سودان، كنت معنا الدكتور محمد عيسى عليون نائب حاكم إقليم دارفور، شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.